اخواني اخواتي متتبعي قناه راعي الغنم بالاطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. فلوق ديال اليوم الاخوان، نتبارك الله كاين 83 خروف، 83 خروف معروضه للبيع، خروف بلديه الاخوان، مليح تبارك الله، خروف رطب، العيب ما كاينش الاخوان، الحبوب ما كاينش، السلعه الاخوان محيده على مواتها، ما غتبرزط ما تبرزطك ما تبع بالك، السلعه ديال العيد اللهم بارك، 83 راس تبارك الله. خروف مربعة الإخوان تبارك الله، شبعان قتيل، العلفة الإخوان تا يعلف، سلعة كما قلنا تبارك الله مليحة، العيب ما كاينش، الحبوب ما كاينش، كاينة النواحي ديال الأزرق، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. العزله الاخوان مشريه على الخاطر، مشريه حبه حبه، سلعه مليحه تبارك الله، سلعه واجده للعيد الاخوان 200%، خروف النبات اللهم بارك، سلعة كاملة رطبة الإخوان، مكاينش خروف الحرش، مكاينش سلعة اللي تيري تبارك الله نهار على نهار، تلقى غير المرقد والماكلة، ما يخص فيها خير. تقريبا الإخوان فيها شي 3 ولا 4 الحبات صغار، فيها هاد الجوج، هذا وهذا هما اللي صغيرين شويه، ولكن تبارك الله خرفان قطبان تبارك الله، ومرحبا بالجماعه الاخوان، اي استفسار مرحبا، 0661 48 27 21. هاد الخروف وخروف الاخوان هادو راه ماشي للبيع، اللي تيتفرج فينا الاخوان يصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يقول تبارك الله، واللي ما شريت نزال الاخوان سلالة تيم حضيت برقية الاخوان، برقية بلدية تبارك الله، استفسار الإخوان 0661 48 27 21. كما قلنا الإخوان الحبوب ما كاينش، العيب ما كاينش، سلعة تبارك الله راه مربعة تبارك الله، حتى
يعني اللي بغى يكسب يدخلها ديريكت للكوري، راه تبارك الله راه ثلاث حقا في الربيع. الفدان تبارك الله راه كلاتو كامل، مازال على الجال الثانية راه طحناتو اكثر من هكا. الناس اللي باغا تربط راه السلعة تبارك الله غاتيري نهار على نهار. الناس اللي عندها الربيع راه مازال نزيد تبارك الله ترعى، وهاد الخروف الا لقى احسن يرعى ويسرح، راه تبارك الله يكبر نهار على نهار. البلوك الاخوان بتاريخ 25 فبراير 2024. نميرة تليفون الإخوان أي استفسار مرحبا. 83 راس خروف رطب تبارك الله، ما كاينش خروف حرش. هون الاخوان تنشكر الناس اللي تفرجوا معنا حتى لاخر دقيقه، تحياتي اليوم، تحياتي متتبعين الجدد، تابونوا معنا تفاعلوا معنا في القناه الاخوان، وان شاء الله توصلكم اثمنه ديال الاسواق، ودعوا معنا الاخوان الله يسخر الجميع، واللي مكتبه ليه مرحبا والف مرحبا.